فضيلة الشيخ حافظ سلامة على هذا المجهود تقبل فضلك. نبدأ بأسرة الأستاذ فتحي بدوي السيد. الأستاذ طارق سليمان من شباب الثورة حضر تحرير الشهداء، والأستاذ أحمد محيي من شباب الثورة. أنت اسمك إيه؟ أنت عمود ولا أستاذ؟ أحمد صبحي. فين هو؟ ورثة الشهيد صبحي بدوي السيد. دقيقة واحدة. ممكن يا جماعة محدش يقف بعد إذنكم؟ ممكن محدش يقف عشان الكاميرا بتتصور، محدش يقف عشان الكاميرا بتتصور. اللي بعده ورثة الشهيد محمد سعيد إبراهيم. ورثة الشهيد محمد سعيد إبراهيم. ورثة الشهيد محمد سعيد إبراهيم. عليكم السلام. بس خلاص. ورثة الشهيد مدحت طاهر محمد. ورثة الشهيد مدحت طاهر محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. بديع محمود. ايوه الحاجة الولد. الاستاذ حمدي. ان شاء الله. اتفضل. انا ليلى. والاستاذه ليلى. دي والدتي. الوالدة هي في العربية. الوالدة رسمة من نزل بصمة تحت. أنا بصمة تحت. عندها جلتة في العربية. جزاك الله خير. زين ابو عثمان. هم فين؟ موجود. سلامتهم. سلام. لازم سلام. اتفضل يا حضرتك. فين زينب؟ صيدلي. فين حسن؟ حسن مش موجود. موجود حسن اللي مسافر. فين عبد السلام؟ عبد السلام. اتفضل. خميس. اتفضل. بحار. لا مسافر. مسافر. خليها معاك. اتفضل يا مولانا. خليها معاك. الأذان وقت نكمل. نعم.
نرفع الأذان ثم نكمل معكم توزيع التكريم إن شاء الله. نرفع